يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب المطلقة ثلاثا لا نفقة له. باب المطلقة ثلاثا لا نفقة له، المقصود ثلاثا يعني طلقت طلقا بائنا، بانت منه بينونة كبرى، يعني طلقها مرتين ثم بعد ذلك طلقها الثالثة فبانت منه. فالمطلقة ثلاثا لا نفقة له، يعني ليس لها أن تطالبه بالنفقة إلا إذا كانت حاملا، لأن الله جل وعلا يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأولات الأحمال تنفق عليها حتى تضع حملها. حديث عائشة وفاطمة بنت قيس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة، تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. طبعا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لها قصة، والقصة مروية بروايتها في صحيح مسلم. فزوجها أبو عمرو ابن حفص، ومختلف في اسمه وكنيته، يعني قيل أبو حفص ابن عمرو وقيل أبو عمرو ابن حفص. على أي حال طلقها زوجها ثلاثا يعني البتة، فلما أبت طلقها يعني طلقت ثلاثا، أرسل لها وكيله بشيء من شعير، فأبت أن تأخذه حتى تسأل، يعني استقلت هذه الشعير الذي أرسله. وطبعا زوجها طلقها يعني وهي غائبة، طلقها ثلاثة، فاستقلت هذا الشعير، فأبت أن تأخذه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فأتت النبي صلوات الله وسلامه عليه فذكرت له بأن زوجها طلقها ثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام لها لا نفقة لك ولا سكنى. والحديث مروي برواياته كما ذكرت لكم في صحيح مسلم. فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت قيس تحتج بأن مطلقة ثلاثا لا نفقة له ولا سكنى بقصتها التي يعني سألت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نفقة لك، وفي رواية أخرى يقول لا نفقة لك ولا سكنى. فعائشة رضي الله تعالى عنها يعني هذه مسألة اختلف فيها الصحابة، يعني هذه مسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، والسبب اختلافهم هو عدم علم بعضهم بالحديث، عدم علم بعضهم بالحديث. والسبب اختلافه أيضا أن ظاهر القرآن يوجب للمطلقة يعني السكنة، من ذلك قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. طيب، وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما كان يذهبان إلى أن الفاحشة المبينة هو إيه؟ الفاحشة المبينة هو إيذاؤها لأهل زوجها أو إيذاء أهل زوجها له. إلا أن يأتين، يعني هي كانت تؤذي أهل زوجها. إذن هذا سبب الاختلاف، سبب الاختلاف إن ولذلك عمر رضي الله عنه لم يعني كان يقول بأنها لها سكنة ولها نفقة، بناء عليه، بناء على ظاهر القرآن، فيقول يعني لا نطهر كتاب ربنا لقول امرأة نسيت، لا ندري نسيت أم لا، لكن الصحيح بأن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ثابت ويصلح مخصصا لعموم القرآن. لذلك قال باب المطلقة الثلاثة لا نفقة له، لم يذكر السكنة لأن السكنة يعني مختلف فيها أيضا. فهنا أنكرت عائشة على إيه؟ على فاطمة بنت قيس. هذا السابق الذي قال ما لفاطمة ألا تتقي لا تعني في قولها لا سكنة ولا نفقة، وفي الحقيقة بأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها هي نقلت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا قول لفاطمة بنت قيس. حديث عائشة وفاطمة بنت قيس. قال عروة بن الزبير لعائشة ألم طري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، طلق زوجها البتة فخرجت، البتة يعني أبتة طلقها، يبقى طلقها ثلاثة، لأن في هذه الحالة صارت يعني مبتوتة بانت منه. فقالت بئس ما صنعت، بئس ما صنعت، أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها خروجها من بيتها، فقال بئس ما صنعت، يعني خرجت من البيت الذي طلقت فيه، فقالت بئس ما صنعت. قال ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث، قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. احنا ذكرنا إن سبب الاختلاف إيه؟ سبب الاختلاف هو ظاهر القرآن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. كذلك يعني عائشة وابن عباس رضي الله عنهما كان يرى يعني بأن خروج فاطمة بنت قيس بسبب الخلاف الذي كان بينها وبين أهل زوجها، لذلك يعني فسرت عائشة وابن عباس إلا أن يأتينا فاحشة مبينة قال إيذاؤها أهل زوجها أو أحمائها. فلذلك كانت تنكر عليه على يعني كانت ترى ان خروج فاطمه بنت قيس هذا خروج خاص بسبب الخلاف اللي كان بين فاطمه بنت قيس، لان اللي في حديث فاطمه بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وثابت في روايات في صحيح مسلم. فهل هي خرجت لأنها لا سكن لك، لأنها كما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أم ولا كان للخلاف الذي كان بينها وبين قومها هنا لهذا السبب إنكار إيه؟ إنكار عائشة رضي الله عنها. والصحيح أنها خرجت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في روايات الحديث لا نفقة لها ولا سكنة. فهذه حديث فاطمة بنت قيس حجة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حجة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة طالما أنها طلقت ثلاثا. وأما البائن الحامل، الحامل حتى لو بانت منه بينونة كبرى فتجب لها السكنة والنفقة بالإجماع بلا خلاف، في النفقة بلا خلاف، في النفقة بلا خلاف، لقول الله جل وعلا وإن كنا أولات حمل
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وفي السكنة خلاف، لكن في النفقة يجب لها النفقة طالما أنها طلقت وهي حامل حتى لو بنت منه بينونة كبرى، لأن الله جل وعلا أمر بذلك: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأما المطلقة الرجعية فإنها يجب لها النفقة والسكنة بالإجماع. مطلقة رجعية يعني في الطلاق الأول، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وطالما أنها هي في العدة، يعني سواء طالما أنها في العدة والطلقة الأولى أو الثانية، هذا يسمونه طلاقا رجعيا، لأن الزوج يملك، سمي طلاقا رجعيا لأن الزوج يملك رجعتها، لأن الله جل وعلا يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. بعولتهن جمع بعد، وهو زوج المرأة. إذن المطلقة الرجعية طالما أن الطلاق رجعي يبقى يجب لها النفقة والسكنة بالإجماع. المطلقة البائن الحامل يجب لها النفقة بالإجماع، وفي السكنة خلاف بين أهل العلم. وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع. في حالة إيه؟ هي متوفى عنها يعني يا زوجها فلا نفقة لها بالإجماع، لكن يجب لها إيه؟ يجب لها السكنة، لأن يعني الله جل وعلا يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وهذا هو الصحيح. إذا تحصل من حاصل أقوال أهل العلم أن المطلقة ثلاثا التي بانت من زوجها بينونة كبرى، إذا لم تكن حائمة حاملا فلا نفقة لها ولا سكنة، على أرجح أقوال أهل العلم، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ودليل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنها لا نفقة لها ولا سكنة. المطلقة البائن الحامل يجب لها النفقة، وفي السكنة خلاف. المطلقة البائن الحامل. المطلقة الرجعية يجب لها النفقة والسكنة بالإجماع. المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، ولكن السكنة عند الشافعية رحمه الله يرى أن لها السكنة، وهو الراجح، ورجحه النووي رحمه الله تعالى لظاهر القرآن: أسكنهن حيث سكنتم من وجدكم. إذا فهمنا لماذا أنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس، ولماذا لم يأخذ عمر بحديث فاطمة بنت قيس، لأنه ظن أنها قد تكون أخطأت في هذا النقل الصحيح بأن يعني الحديث ثابت، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. إذا فهمنا الأقوال في ذلك. فهذا معنى باب المطلقة الثلاثة لا نفقة لها. لماذا لم يذكر السكنة؟ لأن في السكنة خلاف. لأن في السكنة خلاف بين أهل العلم. باب قضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها مقصود بغيرها ايه؟ مطلقات. المطلقة الحامل لو طلقت فعدتها بوضع الحمل، هي بوضع الحمل. طيب يعني لو طلقت مثلا ووضعت حملها بعد، لو توفي عنها زوجها بعد اسبوع مثلا او بعد يومين او ثلاثة وضعت حملها، انقضت عدته ولا لا؟ انقضت عدته. طيب لو طلقت وهي حامل ووضعت حملها انقضت كذلك عدتها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولذلك هذه الآية خصصت عموم قوله تعالى، عموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، هذا في حال المطلقة غير الحامل التي تحيض والتي دخل بها
زوجه. لكن هذه آية وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن خصصت عموم ذلك، لذا بوب على هذا الحديث. حديث السبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله تعالى عنهما، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، وكان ممن شهد بدرا. طبعا البدريون يعني الصحابة الذين شهدوا بدرا لهم مزية، بدر يعني غزوة بدر لها مزية على سائر الغزوات، ولذلك سماها الله عز وجل فرقانا، يعني وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فالبدريون لهم مزية على سائر الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما شهد بدرا: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فأهل بدر مغفور لهم السابق واللاحق البدريون، فلهم مزية على غيره. قال وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل رضي الله تعالى عنه. طبعا حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بحجة الوداع كما مر علينا في باب الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه اتفق يوضع الناس فيه وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فألهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووحي إليه بأن هذه آخر حجة له عليه الصلاة والسلام. فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، يعني حال كونها حامل، جملة في حال نصب على الحال. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، لم تنشب يعني وضعت حملها بعد وفاته بزمن يسير. فلما تعلت من نفاسها، تعلت من نفاسها يعني خرجت من نفاسها، يعني صحت من نفاسها، لأن العليل لا يطلق فقط على المريض وإنما يطلق وإنما لأن تعلت يعني خرجت إيه؟ خرجت من العلة التي كانت بها وهي النفاس. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل علي أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24. وهنا أبو السنابل ابن بعكك قال والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14، يستدل بعموم قوله تعالى إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24. فاستدل بعموم هذه الآية. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هنا طبيعية في الأول، لماذا فعلت هذا قبل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي أيضا استدلت بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فرأت بأن هذه الآية تخصص إيه؟ لأنها في خصوص إيه؟ في خصوص الحوامل، تخصص عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24. لأن هذه في الحامل وفي غير الحامل، لكن هذه فقط في الحوامل. وكان هي فعلا هي
يعني أعلم بهذه المسألة من أبي السنابل، ولذلك حكم لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لقد حللت حين وضعت، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدني. طبعا هنا في بعض روايات مسلم أنها كانت أن وضعت حملها في اليوم السابع، يعني بعد أسبوع من الوفاة. طب أنت هنا تتأمل هنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم، لا الزوجة متعلقة بزوجها ولا شيء، كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا متعلقين بالدار الآخرة، لم يتعلق أحد بأحد. زوجها توفي يعني بعد قليل، وهي مجرد ما وضعت الحمل فيعني رغبت في النكاح، والنبي عليه السلام قال أفتاها، قال فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدني. إذن هذا الحديث حجة ولا لا؟ حجة. حكم لها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كذب أبو السنابل، كذب يعني أخطأ. حديث أم سلمة عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه جالس عنده، فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. واحد يسأل من؟ يسأل ابن عباس، أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس آخر الأجلين. آخر الأجلين اللي هو إيه؟ آخر الأجلين يقصد إيه؟ يقصد أنها تعتد بأبعد الأجلين. أبعد يعني إذا كان وضع الحمل، إذا كان 14 و10 قبل وضع الحمل يبقى تعتد بإيه؟ بوضع الحمل. إذا وضعت الحمل قبل انقضاء 14 و10 يبقى تعتد بإيه؟ بـ14 و10. ابن عباس رضي الله عنه لم يعلم حديث صبية عن الأسلمي، فأرادوا أن يجمع بين إيه؟ أن يجمع بين الآيتين وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. وهذا الجمع من ابن عباس حسن لولا حديث صبية الأسلمية رضي الله تعالى عنه، يعني لولا حديث صبية الأسلمية لكان هذا الجمع من ابن عباس إيه؟ جمعا حسنا. لكن لذلك فقال ابن عباس آخر الأجلين، فهمنا يعني آخر الأجلين يعني إيه؟ فهمنا معناه. قلت أنا كلام لمن؟ لأبي هريرة. نعم. وأولاة الأحمال اللي هو أبو سلمة. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أبو سلمة كان جالسا عندي عند ابن عباس. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، أبو هريرة رضي الله عنه يقول ذلك. فأرسل ابن عباس لما حدث الخلاف بين ابن عباس وبين أبي هريرة رضي الله عنه بسبب هذا، قال فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت قتل زوج صبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة. والكلام ده مختلف فيه 40 ليلة ولا أقل من ذلك، مختلف في ذلك. فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبه. إذن هنا أم سلمة هنا حكمت لي أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أنها إذا وضعت حملها بانت. طب إذا انقضت 14 و10 وهي لم تضع حملها، عدتها بوضع الحمل. إذن هي عدتها بوضع الحمل سواء
وضعت قبل الأربعة أشهر من عشرة أو بعد الأربعة أشهر من عشرة، العدة هنا إيه؟ طالما أنها حامل، فالله جل وعلا يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل. لذلك هذه حجة باب انقضاء عدة متوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، وغيرها من إيه؟ من المطلقات، يعني مش شرط الوفاة، لا يشترط الوفاة، يعني سواء العدة في الطلاق أو في الوفاة طالما أنها حامل يبقى عدتها بوضع الحمل، متى وضعت حملها انقضت عدتها. آخر الباب يأتي بإذن الله جل وعلا باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المطلقة مع أولاد يبقى هي يبقى يجب لها النفقة، يجب النفقة إذا طلقت البتة يعني ثلاثا هي لا نفقة لها، لكن هناك نفقة لمن؟ الأولاد وسكن الأولاد، هي ليس لها نفقة ولا سكنة لو كانت يعني بمفردها، لكن إذا كان مع إذا 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 كان لها أولاد من هذا الرجل نعم يبقى هي يجب النفقة والسكنة للأولاد وليس لها، لكن هي هتكون مع أولادها تبعا إيه؟ تبعا لها، لأن الله لأن هذا في حال المطلقة، عشان ذكرنا المطلقة الحامل يجب لها النفقة حتى لو طلقت ثلاثا، لأن الله جل وعلا السكنة فيها خلاف، لأن الله جل وعلا يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا كانت حاملا فيجب لها النفقة، إذا كان معها أولاد وهي حاضنة للأولاد فإنها كذلك لها نفقة والسكنة كذلك. الكلام في المطلقة ثلاثا التي ليست حاملا فهذه لا نفقة لها ولا سكنة، مطلقة رجعية كما 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 ذكرنا لها إيه؟ لها النفقة ولا سكنة بالإجماع، والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها وفي السكنة خلاف بين أهل العلم. حتى تنتهي الحضانة. خلاص. إذا بنت منه بينونة كبرى.